طيب نبدأ بملف الأهلي وأسوان. زي ما قلت قبل الفصل، المباراة مهمة جدا لأسباب كتيرة. واحد طبعا أنك أنت تحافظ على صدارة جدول الترتيب اللي ما زلت بتتمتع بيها، رغم أنك أنت طبعا ما لعبتش غير 15 مباراة، وبالتالي مهم أنك أنت ترجع بثلاثة بونت. مهمة كمان أو صعبة من ناحية التوقيت، أنت لغاية دلوقتي في فبراير بس لعب 5 ماتشات كلهم ماتشات دولية مع بطل أوروبا ومع بطل أمريكا الشمالية ومع بطل كونكاكاف ومع بطل أوقيانوس وبالتالي ومع بطل السودان، فبالتالي لعب 5 ماتشات بالتأكيد خدوا من تركيز ومن مجهود ومن المخزون البدني لعيبة كتير جدا. وعندك رايح لموقع يوم السبت في منتهى الأهمية ومع فريق من أثقل الفرق في أفريقيا سان داونز، فبالتالي ماتش بكرة في غاية الصعوبة وغاية الأهمية. خلينا نتكلم على مشوار الأهلي في دوري ومشوار الأهلي في دوري الأبطال مع نجم حلقتنا النهاردة اللي بيشرفنا طبعا في السادسة، الإسكندراني الجدع أحمد عادل. كابتن أحمد مساء الخير. حبيبي أستاذ أحمد، أخبارك إيه؟ سعيد جدا وأنا موجود مع حضرتك. جاي لنا من اسكندرية. يعني بين اسكندرية وبين القاهرة. منور الدنيا دايما هنا ولا هناك، منور الدنيا كابتن. ربنا يخليك، ربنا يخليك. يعني كنت بقول ماتش أسوان ماتش صعب، يعني كتير من الناس ممكن تقول لك لا دي بروفا سهلة أو فرقة، على الرغم إن أسوان السنة دي بصراحة وبالذات مع كابتن أيمن رمادي عاملين شغل كويس جدا، وبيتهيألي ممكن أبقى ما ببالغش لو قلت إنه أسوان اللي نشوفه نسخة الدوري السنة دي غير كل أسوان اللي ظهر قبل كده في مسابقات الدوري. لا خلينا نتكلم عن فريق أسوان. لا فريق جيد، فريق عنده شخصية مع كابتن أيمن رمادي بيأدي بشكل جيد، وخصوصا مع الفرق الكبيرة. خصوصا مع الفرق الكبيرة بيقدر يأدي بشكل جيد، فريق منظم. لكن انا بشوف صعوبه المباراه في توقيتها حتى على النادي الاهلي، في توقيت اللي هو الساعه 3 الساعه 3 الظهر ده الظهر، فممكن مع كتر السفر زي ما حضرتك اشرت للمجهود البدني والسفر الكتير، حتى في شراكه النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه والسفر والرجوع، وان هو يقعد يومين في مصر وبعد كده يطلع على السودان. اعتقد ان مستر كولر في المباراه دي اتمنى يعني ان هو يعمل عمليه الروتيشن لبعض اللعيبه اللي هي ما بتشاركش، وخصوصا هنتكلم مش هنقول ما بتشاركش، لكن مهم جدا يدفع بعناصر غير اللي كانت موجوده الفتره الاخيره. طب خلينا نروح نشوف. انا يعني معلوماتي اللي جات لي النهارده الصبح ان اسوان الجو فيها حلو جدا، جو كوره والدنيا لطيفه، فخلينا نروح لزميلنا محمد توفيق موجود هناك يطمنا. النهارده كانت التمرينه الصبح زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه تمرينه صباحيه، نعرف كده التمرينه الاخيره على ملعب اسوان ونطمن على يعني فرقه النادي الاهلي وعلى اخبار التمرينه الاخيره، ومستر كولر بيفكر ازاي لمباراه الاهلي واسوان بكره. محمد مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وكمان لضيفك الكريم كابتن احمد عادل نجم النادي الاهلي. اهلا بيك يا محمد. ويعني طبعا انا عارف انه الاهلي في اسوان شعبيه وقاعده جماهيريه وحسن استقبال، واهل اسوان طول عمرهم اهل كرم. كلمني عن الاجواء عندك في اسوان الاول، الناس والجو قبل ما نخش في جو يعني المباراه نفسها. يعني بالطبع زي ما انت ذكرت يا احمد قبل ما نتكلم كمان في الكوره، فعلا الاجواء في اسوان اكثر من رائعه، تحس ان في يعني حاله فرح او يعني مهرجان بوجود النادي الاهلي هنا في اسوان، فرحه عارمه، الناس بتقابلنا في كل حته بيشجعوا الفريق، حتى كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، الوزير العام فاروق، نائب رئيس مجلس الاداره دكتور محمد شوقي، كنا في جوله برضه هنتكلم عليها خلال مداخلتنا. لا استقبال اكثر من رائع، كمان محافظ اسوان بنفسه يعني زي ما بنقول يعني بنفسه استقبل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب النهارده يعني عصرا، وكمان رحب واتكلم قد ايه ان يعني شرف كبير جدا وجود كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، واشاد كمان فريق النادي الاهلي خاصه بعد مشاركته في المونديال العالمي وكاس العالم للانديه، واتكلم قد ايه ان شعب اسوان فرحان جدا بوجود النادي الاهلي وعامل حاله من البهجه داخل اسوان هنا. وكمان اللي بيزيدها يا احمد زي ما انت قلت الجو، الناس الطيبين، الشعب المضياف الكريم، كلها اجواء اكثر من رائعه، ان شاء الله تكتمل بكره فوز النادي الاهلي وتحقيق 3 نقاط مهمه جدا في مشوار البطوله والحفاظ على المقدمه باذن الله. ان شاء الله نتكلم على اليوم الاخير في استعدادات الاهلي لمباراه اسوان. عارف ان التمرينه كانت صباحيه النهارده وانت بالتاكيد حضرتها او حضرت جزء منها، طمنا كده على لعيبه النادي الاهلي، مين ممكن يكون داخل القائمه، مين من اللي كانوا مستبعدين او مش ظاهرين بسبب الاصابه او الاستبعاد حتى على المستوى الفني من مستر كولر ممكن يكون قريب من مباراه بكره.
يعني يا احمد بالتاكيد ما فيش وقت للراحه، الفريق على طول فور العوده من السودان، تدريب بالامس وتدريب الرئيسي النهارده طبعا على استاد اسوان كان في التمام ال11 صباحا، يمكن كان تدريب قوي جدا، تدريب بتاع امبارح كان برده تدريب استشفائي خفيف، ولكن النهارده التدريب كان قوي جدا، شارك فيه كل العناصر اللي كانت في البعثه مسافره الى السودان. طبعا العناصر الغائبه او اللي ما كانتش موجوده في بعثه السودان استمر غيابها ومش موجوده النهارده كمان، يعني عمرو السليه خارج القائمه بالطبع، لكن جميع اللاعبين الموجودين شاركوا بشكل كبير جدا وبشكل اكثر من رائع في التدريبات. كل اللعيبه اللي موجوده هنا في اسوان جاهزه بنسبه 100% انها تشارك في المباراه، سواء اللاعبين اللي تم الاعتماد عليهم في مباراه الهلال او كمان اللاعبين اللي ما شاركوش او ما حالفهمش الحظ ان هم يكونوا موجودين في التدريبه الاساسيه، هم جاهزين بالطبع. اي 11 لاعب هيتم اختيارهم من قبل الجهاز الفني ان شاء الله بكره يكونوا قادرين على حمل تيشيرت النادي الاهلي وتقديم مباراه كبيره جدا تليق باسمه وجماهير النادي الاهلي باذن الله. عايز اقول لك الحاله المعنويه والفنيه والبدنيه اكثر من رائعه، يمكن تم غلق بشكل تام الملف الافريقي والتركيز فقط دلوقتي في الملف المحلي. ده يمكن الجانب الرياضي يا احمد في وجود النادي الاهلي هنا في اسوان، ولكن في جانب مهم جدا سواء وطني او مجتمعي بيقوم بيه الدور النادي بيقوم بيه النادي الاهلي هنا. يمكن كان في زيارتين على طول ورا بعض قام بيهم كابتن محمود الخطيب بيرافقه يعني الوزير العام فاروق نائب رئيس مجلس الاداره وكمان الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. كانت البدايه بزياره اللي هو اشرف عطيه محافظ اسوان هنا، اللي يعني تم تبادل الدروع والهدايا التذكاريه ما بينه وما بين كابتن محمود الخطيب تقديرا لوجود النادي الاهلي وقيمته ومكانته هنا في اسوان. وبالتالي كمان كابتن محمود الخطيب من منطلق الدور الوطني اللي دايما بيلعبه النادي الاهلي يعني اصدر تعليماته ان يتم انتاج فيلم دعائي عن اسوان للترويج السياحي لنقطه غاليه جدا او بلد وبقعه غاليه جدا على كل مصر وهي اسوان بشعبها المضياف. كمان بعد كده كابتن محمود الخطيب والوفد المرافق ليه توجهوا لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب، ويمكن كابتن محمود الخطيب كان موجود اثناء افتتاحه، ولحد اللحظه دي كابتن محمود الخطيب مساند ومجلس الاداره والنادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل كامل مساند لكل المبادرات اللي بتفيد اي مواطن على ارض مصر. ده طبعا الدور المجتمعي الكبير. يمكن دكتور مجدي يعقوب وجه الشكر لكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي على حضورهم ودعمهم، وان شاء الله قريبا يتم الاعلان على العديد جدا من اوجه التعاون ما بين النادي الاهلي وما بين مؤسسه الدكتور مجدي يعقوب لعلاج القلب، وان شاء الله دايما يا رب النادي الاهلي في تقدم وكل المؤسسات الوطنيه المصريه في تقدم يا احمد. مش جديد ولا غريب على النادي الاهلي وعلى اداره النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من اسوان. طبعا دي الاجواء والحقيقه يمكن دايما ما فيش مناسبه والله بجد جت فيها كلمه اسوان الا ما دايما افتكر اهلها وناسها دايما بكل الخير. صحيح اهل مصر كلهم طيبين، بس الطيبه في اسوان في حتة تانية شوية. ناس الحقيقة يعني أخلاق وكرم ضيافة ومشاعر حب ومشاعر ود، حتى وهم ما يعرفوش أنت جاي منين ولا رايح فين. لعبت في أسوان قبل كده؟ كتير. وشعب أسوان شعب طيب مضياف زي ما حضرتك بتقول، بيستقبل حتى النادي الأهلي بكل ترحاب، وده حاجة مش جديدة على أهل أسوان. فده اللي أنا أتمناه دايما على جميع المحافظات، لكن بالاخص محافظه اسوان بجماهيرها بناسها، لا فعلا خير استقبال. وده واضح من حتى كمان بشيد بزياره كابتن محمود الخطيب لمؤسسه مجدي يعقوب، ودي حاجه مش جديده على مجلس اداره النادي الاهلي وعلى رئيس النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي سباق بالخير، سباق بالكرم الضيافه، وحاجه تشرف طبعا اكيد. طيب اروح لماتش بكره شايفه ازاي؟ وكنت بتقول لي قبل يمكن ما نعمل مداخله مع محمد توفيق انه تتوقع بكره تغيير على الطريقه او التشكيل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي، شايف ده ازاي؟ وشايف قرايه مستر كولر ازاي لماتش اسوان؟ شايف ان الراجل ممكن لازم يبقى مركز الفتره دي بالاخص على عمليه الروتيشن وعلى عمليه الاستشفاء، يعني مهم جدا الراحه بعد اللعيبه. بتكلم انه اكيد في حساباته ماتش السبت. اكيد ما يعني خلينا واقعيين ان برضو النادي الاهلي بلعبته باوضه اللبس بتاعته بجهازه الفني بيقدر يقفل صفحاته كويس، يعني قفل الملف الافريقي خلاص ومركز في بطوله الدوري، اكيد مباراه مهمه زي ما نقول مع اسوان، ولكن برضو عايزين نركز ان الراجل برضو عينه على ماتش سان داونز. دي حاجه برضو واقعيه، لكن اعتقد ان في بعض التغييرات ممكن تحصل لكن مش في طرق اللعب. اعتقد في بعض المراكز ان الراجل مش ممكن يعتمد على بعض الناس. ظهر الاجهاد على لعيبه الاهلي في ماتش او اثر الاجهاد على، يعني كان واضح بالنسبه لك وانت بتتفرج على ماتش الهلال ان اللعيبه مجهده او مش فورمتها الطبيعيه؟ كان واضح بشكل طبيعي كبير جدا، لان اللي معودنا عليه لعيبه النادي الاهلي وده يذكر دايما في جميع المباريات او جميع البطولات،
حته ان الكوره حتى لو مش ماشيه معاك المجهود البدني والروح والعزيمه والاصرار لازم تبقى متواجده. لكن المجهود البدني اللي كان عليه ضغط بشكل كبير جدا كل القوام الاساسي لفريق النادي الاهلي على مدار الشهر اللي فات بالكامل اكيد لازم كان هيأثر في المباراه حتى مع توقيت المباراه هناك في السودان. اعتقد ان الاجهاد كان باين على اللعيبه بشكل كبير جدا، وخصوصا دايما لما بنتكلم على فريق النادي الاهلي بنتكلم على مفاتيح لعبه الكتير، الاجهاد على علي معلول، على عبد القادر، على سواء من الناحيه الثانيه سواء حسين الشحات، كان طاهر برضو شارك من اول المباراه. لكن اعتقد ان بعد عمليه الروتيشن اللي ممكن الراجل يقوم بيها في فريق اسوان دي هتدي الافضليه للنادي الاهلي. شايف مين يبدا بكره الماتش؟ ممكن ياخد الشناوي. الشناوي ممكن يبدا، هيبدا برضو راجل شغال، هيبدا بياسر ابراهيم ويبدا بعبد المنعم، يبدا ناحيه اليمين خالد عبد الفتاح، وممكن يدي الراحه لهاني شويه لان عليه ضغط كبير جدا الفتره الاخيره، يدي لخالد عبد الفتاح، الناحيه الثانيه يدي محمد اشرف. وخصوصا اللعيب جيد جدا، لعيب صغير شاب نزل المباراه الاخيره ادى بشكل جيد، خصوصا كان ضغط كبير عليه جدا، اكيد احتكاك كبير جدا بالنسبه له في مباراه السودان مع الهلال. رغم ان الوقت قليل بس بشوف من افضل المرات اللي ظهر فيها محمد اشرف. ظهر فيها لان هو مفتاح لعب كويس، يعني دايما بنتكلم حتى لما هيشارك الناس هتقارنه بعلي معلول، ان انت نزلت عملت ايه، علشان كده بقول دي مسؤوليه. ضغط على اي لاعب برضو طبعا، يعني اي لاعب قاعد على الدكه لعلي معلول هيبقى عارف انه بمجرد ما ياخد الفرصه وينزل الناس هتقارنه بعلي معلول، وده ينطبق على اي لعيب كبير بيلعب في اي مركز وجنبه لعيب لسه طالع، لعيب صغير غصب عنه لازم هيقارن. لازم هيقارن بحد ذاته علي معلول، يعني ممكن يبقى عبء نفسي او يعني حاجه تاثر على مستواه. اكيد هتسبب له ضغط بشكل كبير جدا. هنا برضو مهم جدا عمليه تحمل الضغوط، تحمل الضغوط لازم يبقى متعود عليها، وفعلا اشرف لا لما بينزل بيبقى كويس وبيأدي بشكل جيد، مش راهب حتى الموقف. ومعلش اسمح لي كمان يا احمد، والجزئيه كمان بتاعه تعرف جماهير الاهلي لا تكل ولا تمل، وده حقها طبعا محدش يقدر يلومها، وانا واحد من يعني زيكم في اوقات كتير جدا لما بقف اتكلم مع ناس وعن الاهلي والناس بتوقفني كتير جدا اتكلم عليه تقول لي الاهلي مثلا يعني محتاج راس حربه، الاهلي محتاج بلاي ميكر، الاهلي محتاج باك شمال مع علي معلول. احساس كمان اللعيبه اللي بتلعب في البوزيشن ده ورا علي معلول انه الجماهير دايما بتطالب بانه يبقى في لعيب كمان في البوزيشن ده، ده برضه نوع من انواع الضغط. اكيد ده لازم، وده موجود داخل النادي الاهلي، عشان كده بنتكلم على لعيب نادي الاهلي هو مختلف عن اي نادي تاني، الضغوط اللي بيشارك فيها حتى الضغوط اللي بتبقى موجوده فيها. انا بشوف ان سكواد النادي الاهلي هو التوب ليفل في مصر، ان انت لازم هتقارن بعلي معلول. حتى قبل كده لما كنا بنشوف في حراسه المرمى مهم جدا ان اي حارس مرمى موجود لازم هيقارن بالشناوي، لكن بعض المراكز لا مهم فيها الدعم، وده بيفرق حتى مع الجهاز الفني، ان انت عندك لعيب واثنين وثلاثه في مركز، وخصوصا مع النادي الاهلي بيشارك في 6 أو 7 بطولات على مدار الموسم، مهم جدا ان الدكه تبقى على نفس كفاءه الناس اللي موجوده داخل الملعب، بحيث لما يحصل عمليه روتيشن الراجل المدير الفني ما يحسش ان في اختلاف بين الراجل اللي كان موجود بره او الفريق الاساسي اللي بيعتمد عليه، لكن ده موجود داخل النادي الاهلي، يعني الناس اللي بره انا بشوف ان هي زي الناس اللي جوه افضل. عايز اكلمك شويه في علاقه اللاعب بالمدير الفني. اكيد بيقرا، يعني اكيد بتقرا المدير الفني ده مقتنع بيا، مقتنع بتوظيفي والمهمه، مطلوب مني مش مطلوب مني، وبالذات قرايتك كمان لمستر كولر مع صفقات الاهلي الجديده، شايف ده ازاي؟ يعني لعيب زي كريستو مثلا جه كانت الناس سعيده جدا بيه، برونو سافيو في البدايات كان واضح انه راجل مقتنع جدا بيه واشركه وادى في بعض الماتشات، كريستو بره الحسابات، سافيو بره الحسابات، قندوسي بيدخل ياخد في المباراه، بتشوف ده ازاي؟ اكيد الراجل عنده من الخبرات ومن القدرات ان هو يتعامل حتى مع اي صفقه جديده، وخصوصا مع النادي الاهلي هو بيديله الصلاحيات ان هو يختار حتى الصفقه اللي جايبها او ان هو يشوفها او ياخد الاوكي مثلا من الراجل. اكيد لما بيجي هنا برضو طرق اللعب او طريقه اللعب داخل النادي الاهلي مختلفه عن اي نادي تاني، الضغوط اللي كنا بنتكلم فيها مختلفه عن اي نادي تاني، هنا معدن اللعب بيبان في المباريات لما بديك فرصه واثنين وثلاثه. يعني قصه لعيب اكتر من قصه مدرب. خلاص انا قصه مدرب، انا جيت ولعبتك وبداتك اساسي، حتى كما كنا بنتكلم على برونو سافيو ان الراجل حركه من رقم 10 ممكن لعب على طرف الملعب شويه وقدر ان هو يجيد في المكان دوت، وقدر يحرز في مباراه السوبر امام الزمالك هدف، لكن بعد كده الراجل كان بيعتمد عليه 10، بيعتمد عليه طرف من اطراف الملعب، لكن المردود
كان في افضل مثلا من ناحيه عبد القادر في المكان دوت ان هو يحجز مكانه هنا، ده بيصب كله في مصلحه الفرقه. كريستو لسه ممكن لعيب صغير، لعيب ممكن توقيت، يعني اعتقد ان في بعض المباريات كريستو هيبقى ليه دور، هيبقى ليه دور زي ما الراجل الفتره الاخيره. بالمناسبه اللي عايز يتفرج على كريستو ماتش تونس، عارفين ان امم افريقيا للشباب بتتلعب دلوقتي، واللي ما يعرفش ماتش بكره تونس وجامبيا هيتلعب الساعه 4 لو الرقم او الذاكره يعني ما خانتنيش، الساعه 4 بكره و4 العصر، وكريستو هتبقى طبعا في نفس توقيت المباراه الاهلي، لكن تقدر تتابعها بعد كده تتفرج على كريستو اللي اعتقد انه هيشارك اساسي بكره مع منتخب تونس. موهبه يعني مبشره الحقيقه، نتمنى جيد انها تصنع الفارق مع الاهلي. لعيب جيد ولعيب صغير، لعيب مواليد 2003، انا بشوف ان هو اضافه لفريق النادي. صغير دي يا ابو حميد، لا البطوله افريقيا اللي تحت ال 20 دي اغلب لاعبات اللعيبه الافارقه فيها محترفين في اوروبا، وفي منهم بيلعبوا في انديه كبيره. انا قصدي صغير على قوام الاساسي النادي الاهلي. لا يعني 2003 يفضل صغير لغايه 26 سنه او الناشئين. لا ان هو موجود داخل قوام الاساسي النادي الاهلي. لا بيشوف امبابي وهالاند طلعوا ازاي وعندهم قد ايه وكسروا الدنيا واتباعوا بكام وسنهم كام، بيزعل والله. فلا هو صغير على ان هو موجود داخل سكواد النادي الاهلي ومتوسط الاعمار يعني 30 قدامه، يعني مشوار باذن الله ان شاء الله قدامه شويه كبير. وقدامه فرصه حتى. هندوسي ايه ظهور اول ليه في ماتش الهلال، شفته ازاي؟ انا بشوف ان دي الحاجه الايجابيه اللي حصلت في المباراه. ظهور جيد، لعيب اضافه هيبقى النادي الاهلي، صفقه ان شاء الله تبقى اضافه للنادي الاهلي. لا كان نزل حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه نزلها، ادى بشكل جيد، وكل ما هياخد يعني هيخش في وسط الفرقه. اعتقد مستر كولر يديله ماتش اسوان من بدايته؟ ما اعتقدش ان هو يبدا، يعني ممكن يبقى تغييره جيده، والراجل بينزل لضيف بصراحه. يعني الربع ساعه اللي خدها في مباراه الهلال لا قدر ينزل لضيف للناحيه الشمال. عارف في كتير من 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 يعني المحللين اصحاب نظريه او اصحاب مدرسه انه اللاعب ما ياخدش مباراه رسمي الا لما يقضي فتره طويله مع الفريق وينسجم، والفريق يعني يفهم طريقه لعبه وهو يفهم طريقه لعب او تفكير المدير الفني. في ناس ثانيه تقول لك لا في عصر الاحتراف الكلام ده ما فيش، انا عامل صفقه، وبالذات صفقه في موسم انتقالات شتويه، لعيب جاي جاهز يجي يلعب على طول. مع ضغط المباريات مع النادي الاهلي الموضوع ده هيواجه صعوبه شويه لاي صفقه جديده، لان انت بتلعب كل 3 4 ايام مباراه، فهنا الراجل بيبقى مثبت تشكيل، الراجل بيبقى مثبت طريقه لعب، ان انت تغير في التشكيل. ودي يمكن ظهرت بعض المشاكل لما الراجل قدر يغير كتير في التشكيل الفتره الاخيره، سببت له مشاكل شويه في الناحيه الهجوميه. يعني لما الراجل غير في مباراه ريال مدريد في الخط الامامي، لعب بيرسيتاو ولعب بطاهر ولعب، يعني ما كانش متعود ان هو الفتره الاخيره كلها هو ده التشكيل اللي بيلعب بيه، ممكن الاداء الهجومي شويه اثر بالسلب. لكن كتر التغيير في التشكيل ده هيسبب مشاكل للمدير الفني، وده اللي بيبقى حريص عليه جدا مستر كولر ان هو ما يغيرش كتير. مع ضغط المباريات ما اعتقدش ان الراجل هيغير اكتر من 3 او 4 لعيبه في التشكيل. قفشه علامه استفهام بالنسبه لك الفتره دي؟ لا قفشه انا بشوف ان هو بيأدي بشكل جيد، لكن لا مش بالضروره مش السؤال مش على مستواه، السؤال على مشاركته. يعني كونه بيبدا اساسي في بعض الماتشات ما بيبداش اساسي في ماتشات تانية، هل ده بالنسبه لك شيء مستغربه ولا ده يخش في اطار فكره التدوير اللي بيلعب بيها مارسيل كولر؟ لا خلينا واقعيين ان الراجل لما بيعتمد لما بيغير طريقه اللعب، ساعات في فتره الراجل بيلعب 4 3 3 وفي فتره الراجل بيلعب 4 2 3 1، هتلاقي 4 2 3 قفشه بيلعب. لعبنا 4 2 3 1 في ماتش هلال، قفشه ما كانش موجود، بالعكس لجأنا الرباعي يعني اول مره بيلعب مع بعض. ما هنا ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، لو هتغير في التشكيل وبعض العناصر مش موجوده، او لو هتغير في طريقه اللعب وبعض العناصر مش موجوده، الاداء الهجومي هيتاثر. ده اللي انا كنت بتكلم فيه مع حضرتك. صحيح. لكن اداء قفشه في 4 2 3 1 اعتقد ان هو انسب واحد ان هو يلعب. طيب كمل لي التشكيل عشان اقفل ماتش اسوان. اخترت انت خالد عبد الفتاح وياسر وعبد المنعم ومحمد اشرف. محمد اشرف ويلعب اليو وحمدي. اليو وحمدي في نص الملعب. هيلعب ناحيه اليمين. مش حمدي رايح شويه؟ واليو كمان والله رايح شويه. ممكن يديله جزء، لكن ما يقدرش الراجل من الاول يبدا بمروان عطيه. ما يقدرش يبدا يعني بمروان الاول. يعني لسه ممكن ما يبداش. تمام الأول. طيب حمدي واليو ديانج قدامهم. حمدي واليو ديانج ولا جنبهم؟
لا يلعب قفشه، يلعب قفشه، يلعب قفشه 10 على الاطراف، على اطراف طاهر، يلعب الناحيه الشمال انا بشوف تريح عبد القادر، بيريح عبد القادر، ممكن كهربا يبدا، وكهربا يبدا، كهربا يبدا ناحيه الشمال ويلعب بشريف، يبقى كهربا وشريف، كهربا واليمين، كهربا طاهر واليمين طاهر ويريح حسين. طيب تعال نشوف ارقام اسوان كده بسرعه. ده معدل تسجيل اسوان للاهداف كل 10 دقائق من عمر المباراه. فرقه بتلعب يمكن في نهايات الاشواط افضل ما او فعاليتها في نهايات الاشواط افضل بكتير جدا من اي وقت تاني. في الدقيقه من 31 ل 40 22% من اهدافهم سجلوها، وفي الدقيقه من 81 ل 90 22%، تقريبا نص اهدافهم في الجزء الاخير من الشوط الاول والجزء الاخير من الشوط الثاني. الجزء الاخير من الشوط الثاني دي تحسب ليهم بصراحه، لان ده معناه انه لعيبه واقفه على رجلها وبتقدر تأدي لغايه في اخر ال 90 دقيقه. ان هو موزع المجهود البدني على ال 90 دقيقه. 90 دقيقه ده ما يميز فريق اسوان، ما يميز فريق اسوان ان هو بيلعب من اول دقيقه زي اخر دقيقه. وده اللي بيبقى حريف، حتى جميع الاهداف هتلاقيها في اخر ربع ساعه لفريق اسوان. طيب خلينا نشوف معدل التصويبات في كل مباراه. 10 تصويبات على المرمى، ده طبعا كل ماتشات المتعلقه بالدوري المصري. منهم 9.39 يعني تقريبا 9 تصويبات، ومنهم 4 تقريبا بيبقوا على الثلاث خشبات و5 بيبقوا بره الثلاث خشبات. عندنا قصه برضو في موضوع التسديد برضو، احنا كاهلي مش اسوان، في قصه تصويب من خارج المرمى دي. سلاح كان طول عمره بيميز النادي الاهلي، طول عمرنا عندنا لعيبه في كل الاجيال شويطه وبتحل بشكل كتير جدا بره ال 18. ده حل من الحلول. يعني الفتره دي يعني بقى لنا كذا سيزون الحل ده تقريبا شبه غايب. مع ان عندنا كتير لعيبه بتشوط كويس، بس ممكن طريقه لعب الراجل او التكتيك بتاعه ده بيسمح ان تلعب على الخطوط، تلعب دي كمان مهاره سهله تنميها، يعني مش 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 موهبه محتاج اللعيب يبقى مولود بيها. في قوه وفي سنس. يلا خلينا طب نكمل ارقام اسوان دي. معدل استقبال اسوان للاهداف، وزي الحقيقه ما بيسجلوا هم في اواخر الشوط الاول والشوط الثاني كمان بيستقبلوا. اهم الفترات اللي بيستقبلوا فيها في من الدقيقه 41 للدقيقه 50 ومن الدقيقه 51 للدقيقه 60، يعني من نهايه الشوط الاول ومع بدايه الشوط الثاني، وفي نهايه الشوط الثاني برضو بيستقبلوا. وده اعلى معدل طبعا، اخر 10 دقائق دايما من عمر المباراه بيبقى اضعف في وقت فيها اسوان بتستقبل اهداف. ما في توقيتات كده استاذ احمد في المباراه مهمه جدا، عمليه التركيز لازم يبقى معدي ال 100%. يعني مع بدايه المباراه لازم يبقى تركيزك عالي جدا. طيب تاخد لنا اكتر اللعيبه يا كابتن احمد اللي عملوا صناعات اهداف. احمد بالهادي، احمد بالحاج طبعا اللي راح احمد خالد، محمد ناجي 2، محمد حمدي زكي من اللعيبه الجيده جدا برضو 1، عماد فتحي برضو من اللعيبه الجيده 1، ليوناردو كاموني 1، ومصطفى محمد مصطفى 1. ناخد دول هدافين يا كابتن احمد، دول من اميز اللعيبه، يمكن من اميز اللعيبه زي ما اتكلمنا كده من الصفقات حتى. هو هدفهم طبعا الاساسي محمد حمدي زكي عنده خبرات كبيره جدا، لاعب النادي الاهلي السابق والاتحاد السكندري، عنده خبرات كبيره جدا. احمد الحاج طبعا رحل عن صفوف اسوان ومش هيشارك في مباراه بكره، ورحل عن صفوف الدوري كله الحقيقه. رحل ما رجعش. طيب معانا بعد كده طبعا ليوناردو 3 اهداف، وبعد كده محمد مصطفى، ملك ايفونا طبعا لاعب النادي الاهلي السابق، واحد من افضل مهاجمين اللي جم من وجهه نظري طبعا لعبوا في النادي الاهلي طبعاً. اسماعيل صلاح هدف، محمد ناجي هدف، واحمد خالد هدف. سيناريو المباراه بكره ايه؟ خلينا اسمع اجابتك بس بعد الفاصل. امبارح بعد الحلقه انا قلت في الحلقه امبارح على الشناوي، عشان ناس كتير يعني لا ممكن تكون لميته على، وفي ناس بتستغل الموضوع ده بقى وتهاجم وتكسر وبتاع، على قصه الهدف بتاع الهلال. قلت في الحلقه انها الشمس، انا قلت دي وجهه نظري، شفت ان الكوره الشناوي وهو بيصدها ما شافهاش، لان الكوره سهله جدا، ولو قلت لو اتشاطت على الشناوي 100 كوره كده تاني هيصدها. فطلعت بعد الحلقه حصل بقى حاله نقاش في القناه والزملاء في الفريق الاعداد، وشمس لا مش شمس، واللي يقول شمس واللي يتفق واللي يختلف. ولسه كنت بتكلم مع كابتن احمد في النقطه دي، يعني انت شايف ان الكوره
سهله جدا، اسهل ما يمكن. لا هي سهله جدا، اكبر دليل ان هي شمس، يعني اكبر دليل ان هي شمس وخطا مش من الشناوي، مش من الحارس الاول لمنتخب مصر ولا الحارس الاول النادي الاهلي او كابتن النادي الاهلي. مع امكانيات الشناوي طبعا، لان لو مش شمس الشناوي امسكها ووقف، يعني ما يفضلش ان هو يضربها. أيوة. لكن كل الدعم للشناوي طبعا، طبعا ده اللي انا باكد عليه طبعا، طبعا. من كل جماهير، قبل حتى احنا جماهير النادي الاهلي بتدعم الشناوي، وحتى لو خطا برضو احنا في ظهر الشناوي طبعا، ودي حاجه مش جديده. الشناوي ليه رصيد كبير جدا سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي. لكن انا ضد اي حد بيهاجم، لان انت قبل ما تهاجم ان هو جون النادي الاهلي فهو جون منتخب مصر، ومش وضد اي حد بيتكلم على الشناوي ان هو في فتره محتاج ان هو يبقى حارس، في حارس معاه ان ينافسه عشان الشناوي مستواه على فكره. علي لطفي منافس قوي جدا، لسه اقول لحضرتك من احسن حراس المرمى موجودين في مصر. علي لطفي من احسن حراس المرمى الشباب، مصطفى شوبير. أيوه. وده اللي انا باكد عليه، مش يعني كنادي الاهلي او سكواد النادي الاهلي او اي حد عايز يتعاقد مش هيلاقي احسن من الثلاثه دول في والله مصر. والله ومش هبالغ لو قلت لك وحمزه علاء ومصطفى مخلوف كمان. يعني الكلام اللي بيتقال من خبراء حراسه المرمى على الولدين دول، كمان الولدين دول مستقبل عظيم جدا لحراسه المرمى في مصر والنادي الاهلي. فاللي انا عايز اكد عليه، لو حتى انت اي حد بيتكلم بتدور على بديل، في علي لطفي ده. انا بشوف ان هو حتى لو خد هيبقى الحارس الاول للنادي الاهلي وهيبقى ليه دور في منتخب ولو مصر. علي لطفي بعد الشر يعني راح اي نادي تاني ولعب اساسي، جماهير النادي الاهلي هتعرف كويس جدا امكانيات ان علي لطفي انه جول كيبر كبير جدا. طيب عايز اروح معاك بسرعه لماتش سان داونز، بس خليني الاول استعرض معاك كده ايه قصه في دوري الابطال. دوري الابطال ماشي ازاي؟ لان احنا اتشغلنا بكاس العالم، دوري الابطال حصل فيه جوله واتنين، وبالتالي ابتدى يبان كده شكل المجموعات. تعال نستعرض المجموعات وتقول لي كده رايك فيها. شوف المجموعه الاولى قصتها ايه وحكايتها ايه. المجموعه الاولى مفترض انه ان شاء الله لو تاهلنا عن مجموعتنا هنقابل واحد من الاربع فرق دول حسب ترتيبهم طبعا. لغايه اللحظه دي بعد جولتين بيترو اتلتيكو في صداره المجموعه 4 نقاط فوز وتعادل، شبيبه القبائل 4 نقاط فوز وتعادل، فيتا كلوب مباراه واحده بس خسرها 0 من النقاط، والوداد في المركز الرابع بفرق الاهداف 0 من النقاط، وتبقى الجوله الثانيه في المجموعه دي فيتا كلوب والوداد. مين اقرب كابتن احمد؟ لا انا اعتقد ان الوداد نتائجه هتتحسن عن كده. للخبرات اللي موجوده عند الوداد اعتقد ان لا بيترو اتلتيكو والوداد اللي هم ممكن يتاهلوا. بيترو اتلتيكو والوداد، مين تفضل انك تقابله فيه؟ انا افضل اقابل ممكن مع ظروف النادي الاهلي ممكن هتقابل بيترو اتلتيكو، لكن انا اتمنى الوداد. اتمنى الوداد لان انا عايز المباراه التنافسيه. طيب ماشي، نروح للمجموعه الثانيه. مجموعتنا في المجموعه الثانيه بعد جولتين سان داونز في المركز الاول العلامه الكامله، فاز على الهلال، فاز على القطن الكاميروني، الهلال السوداني والقطن الكاميروني 6 نقاط. الهلال بفوزه على الاهلي بيقفز للمركز الثاني بس من مباراتين بتبقى 3 نقاط. الاهلي مباراه واحده 0 من النقاط، والقطن في المركز الرابع بفارق الاهداف طبعا عن الاهلي برضو ب0 من النقاط، ويتبقى مباراه مؤجله كانت المفترض تكون اول مباراه للاهلي في المجموعه بس تاجلت عشان مشاركتنا في كاس العالم الاهلي والقطن. مين الاقرب يا كابتن احمد؟ انا بشوف المباراه اللي جايه امام سان داونز هتفرق مع نادي الاهلي بشكل كبير جدا. لا قدر الله اي نتيجه غير الفوز، هل شايف انها تعقد من حسابات المجموعه وتصعب من فرص الاهلي؟ اكيد هتصعب من فرصك، لكن اعتقد ان كاداء وفنيا انسب فرقتين ان هم يصعدوا سان داونز والنادي الاهلي. سان داونز والنادي الاهلي على مدار المباريات، لا النادي الاهلي وسان داونز انهم اقرب اثنين. وعلى فكره المجموعه دي فيها شبه جدا من مجموعتنا السنه اللي فاتت وتأهل برضو منها الاهلي، كان بس بدل القطن الكاميروني كان معانا المريخ السوداني، لكن كان سان داونز والاهلي والهلال وتأهل الاهلي وسان داونز برضو. هو دايما بنتكلم كده عن النادي الاهلي، هو ممكن في البدايات الدنيا ما تبقاش كويسه شويه، لكن بعد كده النادي الاهلي بيقدر يستعيد اوراقه تاني ونتائجه تاني. الفوز السبت اللي جاي يعدل شكل المجموعه مره تانيه. طيب نروح للمجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه الرجاء المغربي في الصداره بمباراتين 6 نقاط علامه كامله، هوراي كوناكري الغيني في المركز الثاني 4 نقاط من مباراتين فوز وتعادل، بيبرس
في المركز الثالث بنقطة وحيدة من تعادل وهزيمة، وسيمبا كان حصان اسود في البطولات او في النسخة الأخيرة من الشامبيونز ليج من مباراتين رصيده صفر من النقاط. لا اعتقد ان هم اول فرقتين اللي قريبين بشكل كبير جدا اداء وفنيا. سيمبا تنزاني طبعا وبيبرز ده اوغندي. دي فرقه، لا فرقه انا يعني كنت دخلت كده واتفرجت عليها، لا فريق جيد جدا. طيب نروح للرابعه، يلا اخر مجموعات دوري الابطال. الترجي في المركز الاول بعد جولتين 6 نقاط علامه كامله. شباب بلوزداد فرقه الحقيقه فاجئتني شخصيا، وقدمت كره فرقه محترمه جدا منظمه جدا وعندها 3 نقاط والزمالك في المركز الثالث بنقطه واحده من التعادل مع المريخ السوداني من مباراتين، ثم المريخ في المركز الاخير بفارق ومش بفارق الاهداف، هم اعتقد يعني نفس الرصيد من كل حاجه، تساوي في كل شيء بين الزمالك والمريخ في المركز الرابع برصيد نقطه واحده. اللي انا اتمناه كمصري يعني ان النادي الزمالك يتاهل، لكن الظروف المحيطه بنادي الزمالك الفتره الاخيره اعتقد ان هو هيواجه صعوبه بشكل كبير جدا. لكن ترجي شباب بلوزداد بيأدوا اداء اكتر من رائع، اتمنى ان الزمالك يخش في المنافسه. يعني اتمنى ان هو يخش في المنافسه مع الترجي وشباب بلوزداد ويطلع من الكبوه اللي هو فيها. انت يعني عارف انه لغايه النهارده يعني الاهلي طبعا ما لعبش غير ماتش واحد، سيبك من دور التمهيدي دور ال 32 بتاع الاتحاد من السيريا، لكن في دور المجموعات في الكونفدراليه وفي دوري الابطال ما فيش ولا فريق مصري حقق الفوز لغايه دلوقتي. ما هي دي مشكله. دي مشكله. كنا طبعا الفتره الاخيره بنشيد ان البيراميدز دايما بيشارك في الكونفدراليه او سواء فيوتشر بيشارك في الكونفدراليه، لكن ده مهم جدا للكره المصريه حتى بشكل عام. مهم جدا ان انت تحقق. كان في اشاده كبيره جدا بفريق بيراميدز لما وصل النهائي الكونفدراليه، كانت حاجه تحسب ليه، كنت اتمنى ان هو يحقق البطوله، لكن كل ما فرق مصر بتشارك في البطوله ده بيصب في مصلحه الكره المصريه اكيد. شايف ازاي ماتش السبت اللي جاي؟ النادي الاهلي اللي في ايده، يعني اللي في ايده، وخصوصا مش عايزين استعجال، يعني مش عايزين استعجال من لعيبه النادي الاهلي، مش عايزين استعجال على المكسب. مهم جدا ان انت تنزل تفرض اسلوب لعبك. فريق سان داونز عنده مفتاح لعب، عندهم سرعات بشكل كبير جدا، فريق منظم، فريق بيعرف يلعب على كونتر اتاك امتى، بيعرف يدافع امتى. النادي الاهلي كتاب مفتوح لاي فريق على مستوى افريقيا، لكن الاستعجال في المكسب ممكن ده اللي ياثر عليك بالسلب. لكن مهم جدا ان اللعيبه تبقى مركزه بشكل كبير جدا. هدف في اول ربع ساعه هيفرق مع اداء النادي الاهلي، وهيدي انطباع لفريق سان داونز ان انت خلاص انت مالكش حاجه من المباراه. مهم جدا ناخد المبادره في البدايه بعدم التسرع، لكن مهم جدا ناخد المبادره. استغلال الضربات الثابته ممكن هيبقى مقفل عليك بشكل كبير جدا فريق سان داونز على مفاتيح لعبك. استغلال الضربات الثابته عن طريق كورنر، عن طريق ضربات ثابته خارج ال 18، اعتقد دي من الاسلحه اللي ممكن تديك الافضليه. كباتن الفريق دورهم ايه سريعا جدا، ورسالتك ليهم ايه في التوقيت ده وفي المرحله دي واحنا رايحين على ماتش سان داونز يا كابتن احمد؟ التركيز بشكل كبير جدا في ان هم يبقوا قافلين على نفسهم كويس، يبقوا قافلين على نفسهم كويس. فصل البطوله او الفكر خطوه بخطوتها، ده مهم جدا من بدايه المباراه. التركيز على زي ما بتكلم مع حضرتك كده على بعض الكور الثابته، على حته لو في حد اخطا لازم كل الكلام مع بعض اللعيبه، تقارب الخطوط، اللعيبه الكبيره عليها دور في اوضه اللبس قبل الملعب. حته لا قدر الله لو في هدف او حاجه في النادي الاهلي لازم بيرجعوا بشكل جيد بسرعه للمباراه. ده يفرق مع النادي الاهلي باللعيبه الكبيره جدا. 5 ايام قبل المواجهه عندنا صحيح مباراه بكره، لكن انا متاكد انه قادرين باذن الله ان شاء الله نعدي ماتش اسوان وناخد ال3 نقاط، لكن الاهم بالنسبه لنا انه ال5 ايام اللي بتفصلنا عن مباراه سان داونز نكون او نستغلهم بافضل شكل عشان نكون في تمام الجاهزيه. مباراه بكل تاكيد ورغم انها لسه في بدايه المشوار، لكنها مباراه مصيريه تفرق معانا جدا في اريحيه بقيه المشوار في دور المجموعات. كل التوفيق بكره وكل التوفيق السبت.
حلقه الاربع هنفرد فيها مساحه كبيره جدا نتكلم فيها عن سان داونز، اخطر اللاعبين، مفاتيح اللعب، طرق اللعب، هنتكلم فيها في حلقه الاربع من السادسه. قبل ما انهي الحلقه لازم اشكر كابتن احمد اللي شرفنا ونورنا في السادسه، شكرا ليك يا ابو حميد. شكرا استاذ احمد، وبتوفيق النادي الاهلي بكره وفي مباراه سان داونز ان شاء الله باذن الله. اشكركم على المتابعه. الاربع نتقابل ان شاء الله بعد مباراه اسوان، نبارك ونحضر لمواجهه سان داونز. تحياتي لكم.